الاتفاقية الصينية مع العراق اصبحت عنوانا بارزا للفساد الحكومي وهدر الاموال ولا سيما في ظل غموض بنود الاتفاقية الموقعة بين حكومة عادل عبد المهدي والشركة الصينية باور تشاينا والتي اعتبرها متظاهرو تشرين بانها صفقة ستتيح رهن ثروات العراق لعده سنوات مقابل منجزات لم تعرف طبيعتها حتى اليوم لجنة النفط والطاقة طالبت بالحصول على نسخة من الاتفاقية الصينية والتي تشمل مختلف القطاعات بسبب حالة الغموض التي تلف بنودها المجهولة والمبهمة وبسبب عدم عرضها على الرأي العام وهو ما أكده النائب ماجي الشنغالي من أنه لا وجود لشركات صينية تنفذ المدارس وفق القرض مضيفا أن وجودها مقتصر على الورق وفي توزيع الأرباح فقط والتي وصلت بحسب خبراء الاقتصاد إلى 700 مليون دولار للشركات الصينية بمشروع بناء ألف مدرسة رغم أن التصميم والتنفيذ والمال عراقي وأما الأرباح فتذهب للصين الأمر الذي دفع مقاولين عراقيين إلى الخشية من ضياع أموالهم نتيجة عجز الشركة الصينية المتعاقدة بمبلغ يقدر بمليار وثمانمائة مليون دولار مع الحكومة في تنفيذ مشروع بناء ألف مدرسة بعموم البلاد مشيرين إلى أن نسبة إنجاز مشاريع وأعمال بناء المدارس النموذجية لا يتجاوز السبعة بالمئة خلال ستة أشهر فقط من ضمن المدة الكلية المفروضة لإنجاز المشروع والبالغ سنة ورغم حاجة العراق إلى أكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب في المراحل كافة وفقاً لوزارة التربية الحالية ورغم فساد الاتفاقية الصينية ومشروع بناء الألف مدرسة وعدم تنفيذهما على أرض الواقع كشفت لجنة التربية النيابية عن وجود مقترحات لإنشاء مدارس استثمارية مشتركة بين الحكومية والأهلية بحجة نفور وقلق الطلبة وذويهم من المدارس الحكومية وهو ما اعتبره خبراء التربية قرارا ارتجاليا وغير مدروس سيؤدي إلى انهيار القطاع التعليمي المتدهور أصلا كحال بقية القطاعات الأخرى التي نخرها الفساد الحكومي وما الاتفاقيه الصينيه الا دليل وشاهد على ذلك